تابع تجربتي. انا من الناس اللي من 30 40 سنه عندي ايمان انه التجربه هي محك حقيقه الفن، وتكرار الموضوع نفسه او تكرار التقنيه نفسها هو مقتل للفنان. لاني كنت دائما اتساءل يا ترى هيك الفن، انه فنان رائد سوري اكتشف شيء وقاعد يكرره 40 50 سنه هيك الفن. صار عندي قناعات بالحقيقه انه الفن مو هيك، الفن هو تكرار للتجربه، للتجربه بالمواد وبالاحاسيس وبالمواضيع. اجت 2011 تحولت المواضيع لشغلات اكثر ذاتيه، لشغلات بتعكس الحزن، بتعكس هي الدهشه، بتعكس التساؤل ليش الموت، ليش الموت. فعملت عدة تجارب بعد نعوات، عملت مجموعة اسمها أشلاء سورية.